في ناس يا اخي بتعتبر ان العادات والتقاليد والفلكلور والحاجات دي شكليات كده، زي ايه؟ زي مثلا الطقم المذهب في البيت. هو الطقم المذهب وحش؟ انا احب المود، انا مزاجي في القايمه، بص مزاجي كده. عاداتنا يا اخي، عاداتنا. عارف يعني ايه عادات؟ يعني شويه ناس اتعودوا يعملوا شويه حاجات كده على ذوقهم، حاجات مريحاهم ومظبطه الدنيا. ما نمشيش عليها احنا ليه بقى؟ ما احنا معانا الكتالوج اهو، نجود ليه؟ اي نعم، يعني الكتالوج ده ساعات بيلبسنا احنا بقى في ايه، طول عمرنا بقى في فسيخ وبيض وموغات وطقم الجيلي ورش الملح وحلقاتك برجلاتك وطلاسم غريبه كده، بس برضو حاجات جميله. الفسيخ ماله؟ الفسيخ السمك الجميل المملح اللي في احيان كتير بيكون يعني مش بايظ وبيقولوا عليه كلام فارغ. معقولة؟ طب هو يوم زي شم النسيم ده يبقى له معنى ولا طعم من غير طعم وريحة الفسيخ الجميل المحير ده؟ يا ترى سليم؟ يا ترى بايظ؟ يا ترى مين هيعدي منه؟ يا ترى مين هيقع؟ السيمي فاينل هيبقى ما بين مين ومين النهاردة؟ مين هيصمد للنهاية ويواجه مين في النهائي؟ بالذات ان كل الناس دي غالبا فطروا في نفس اليوم بيض ملون بألوان غير مصرح بيها من أي وزارة في العالم. شايف؟ بص، الإثارة، المتعة، الحلاوة، بيض، فسيخ، محير، عادات. بيبي اتولد، فرحة وأمل. أخينا اللي مش عاجبه العادات ده يقول لك بقى إيه، أنا أشرب موغات ليه وأنا اللي هرضعه؟ وحش الموغات، أنا ما أحبش الموغات. لا طبعًا، ما يصحش. تشرب، شارك الأم اللحظة الجميلة دي، افرح يا أخي، افرح لفرحنا يا أخي. المعنى النبيل والعميق ده، إحنا صحيح مش هنرضع بس على الأقل نشرب. بعدين ده مشروب جميل، خليط كده ما بين الحلبة وأعشاب بالسمنة الجاموسي الفاخر، لونه جميل كده، بني مخضر وبيتخن وسخن مولع ما بيبردش ابدا. مالك؟ اشرب. نروح للافراح بقى، يوم لذيذ، فرحه ولطافه، لازم نفرح، لازم نهيص يا اخي. دي كمان فيها مشكله؟ هتخنقونا؟ مش زفه يا جدع، ما نهيصش ونزعق ولازم لازم نزعق ونخترق حاجز الصوت علشان نحتفل ولا ايه؟ ولا الاغاني الفلكلوريه بقى؟ لا، اللي بيغنوها بقى في الافراح وغيره وكل حاجه، الله على الجمال. عند بيت ام فاروق، هاي هاي، دي أول أغنية فرانكو قراب في تراثنا كله. في تبادل ثقافي ما بين الشرق والغرب. الله، عندي بيت أم فاروق، هاي هاي أم فاروق، واتساب، ها وأم كمل بقى. في بقى الأغنية العميقة مثلا اللي بتقول لك إيه، قولوا لأبوها إن كان جعان يتعشى. شايف الأدب؟ الراجل قاعد جعان مستني إشارة البدء من الناس. في أدب، أخلاق. في الأدب ده دلوقتي؟ مفيش، مع إن ده فرح بنته وهو غريب، ما يقوم يتعشى في أي وقت، اتفضل بالهنا والشفا، بيتك ومطرحك. خلاص يا جماعة، يلا قولوا لأبوها إن كان جعان، فكوا الحاج، يلا يخليه يجي يتعشى، قولوا له لأن كان جعان يتعشى. طبعًا في بقى أول أغنية لوكيشن لمكان الأفراح، تراثنا يا ابني من قبل الأبلكيشن بتاع بيقول لك بكتير، وخرايط جوجل والكلام الفارغ ده كله، اللي هو إيه؟ ياللي على الترعة حود على المالح. ده علشان لو حد ما عندوش جي بي إس مثلًا أو أي حاجة، اللي هو الدائري مقفول، كوبري أكتوبر واقف، خلاص قشطة، حود على المالح. أوكي، شفت؟ الجمال، ناس كانوا ماشيين معاك بيحركوك. بعد الفرح بقى والجواز والعيال، تيجي أغاني الأطفال الفولكلورية، واحد اتنين سرجي مرجي. طبعاً تنمية قدرات الأطفال اللغوية، اللغة العربية اللي هي اللغة الأم مع اللغة الهندية الجميلة في أغنية واحدة، سرجي مرجي، فالفولكلور بتاعنا بتاع زمان مليان حاجات جميلة. واحد اتنين سرجي مرجي، أنت حكيم ولا تمرجي؟ طب بالذمة إيه الفرق؟ يعني مفيش جملة. أو مثلاً علي عليوة، يلي ضرب الزميرة، يلي ضربها حربي، نطت في قلبي، يا ساتر يا رب، ايه، لا 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 لا، دي بتحرض على العنف، دي لا مش حلوه دي. نرجع بقى نقول للعيال بتجيب العنف ده كله منين وبتاع؟ لا لا طبعا، اذا كان علي عليوه نفسه ضرب الزميره حربي في قلب اسمه ايه التاني ده، منتظرين ايه يعني؟ بعدين هي ايه الزميره دي؟ لا مؤاخذه، في طبعا الاغنيه الشهيره بتاعت يا حضره العمده ابنك حميده حدفني بالسفنديه، فاكر دي؟ كنا بنعتبرها اغنيه اطفال لمجرد انها كرتون، بس هي طبعا هي لا تموت للاطفال بصله، ملهاش اي علاقه بالاطفال، بس كلها خيال وابداع. فاكرها طبعا، حادثه اليوستافندي، ها حادثه اليوستافندي، فاكرها مشهوره دي. ولا الفخامه بقى اللي في تراثنا وخامات تراثنا. شوف بقى، بص، لما كانوا بيعوزوا يفخموا الخامات عندنا، شوف الخامه معايا كده، الدلع يا عريس يا بولاسه نايلو، العتبه جزاز والسلم نايلو في نايلو،
او مثلا وتدلع يا عريس وعروستك نايلون. دي بقى الخامه المفتخره اللي في تراثنا بقى، دي اللي كانوا بيستخدموها لما يعوزوا يصرفوا. وكان على فكره النايلون عندنا سوقه ماشي جدا، هو المستورد كده. ولو اني كنت افضل مثلا ان اللثه تبقى 50% نايلون 50% قطن، عشان العرق والالتهابات يعني الدلع يا عريس يا ابو لثه 50% قطن 50% نايلون، او الدلع يا عريس يا ابو لثه 30% لكرة 20% قطن 50% نايلون، تبقى خامه لطيفه تستخدم. بس انا بحترم العادات، والاغاني الفلكلوريه على فكره حلوه وجميله وكل حاجه ومليانه معاني وزي السكر، بس احنا بس نشيل منها الزمره اوكي ونقلل نسبه النايلو شويه وتبقى زي الفل. قال ضرب الزمره. ايه الزمره دي؟ الزمره دي مش كلمه على فكره. وبعدين ايه النايلو ده؟ نايلو